تحياتي ومساء الخير على حضراتكم. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحقيقة. طبعا قبل ما نبدأ بس موضوع حلقتنا النهاردة، كان في بيان مهم عايزين نوضحه لحضراتكم وأصدرته هيئة السكة الحديدية. أعلنت فيه عن تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب خروج الجرار والعربات الأولى والثانية والثالثة من قطار رقم 654 عن القضبان، حيث شكلت هيئة السكة الحديد لجنة فنية برئاسة نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع المسافات الطويلة والقصيرة للوقوف على أسباب خروج الجرار والعربات الأولى والثانية والثالثة من قطار رقم 654 ركاب مطور عن القضبان والقادم من الأسكندرية إلى مطروح، وذلك بين محطتي سيدي عبد الرحمن وغزال بخط القباري مطروح. يذكر أن هيئة السكة الحديد أعلنت أنه أثناء مسير القطار رقم 654 مطور القادم من الأسكندرية إلى مطروح، خروج جرار القطار والعربات الأولى والثانية والثالثة عن القضبان بين محطتي، كما أوضحنا لحضراتكم سالفا، محطتي سيدي عبد الرحمن وغزال خط القباري مطروح، مما نتج عنه بعض الإصابات الخفيفة، ولا يوجد وفيات، وجاري الدفع بأوناش السكة الحديد لرفع الجرار والعربات للاستعداد بالسكة. طبعا بنتمنى كل السلامة للمصريين في كل مكان يا رب. طيب حلقة الخميس زي ما عودنا حضراتكم من برنامجكم الحقيقة بتكون مخصصة للحديث عن السوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي. لو حضراتكم تفتكروا في بداية البرنامج في أولى حلقات السوشيال ميديا كنا اتكلمنا عن آخر الإحصائيات والأرقام اللي بتوضح لينا استخدام السوشيال ميديا في العالم وفي الوطن العربي، وكمان تحديدا في مصر شكلها عامل إزاي. كانت الأرقام بيتم إصدارها عن تقرير اسمه We Are Social السنوي اللي بيهتم بالتفاصيل في كل بلد من بلاد العالم، وتقرير ساعتها كان بيوضح الأرقام والإحصائيات الخاصة بعام 2018، والتقرير بيتم إصداره في يناير من كل عام. النهاردة هنتكلم مع حضراتكم عن التقرير الجديد الصادر من نفس الجهة واللي تم إصداره في نهاية يناير الماضي 2020، والخاص باستخداماتنا للسوشيال ميديا خلال سنة 2019. طبعا التقرير بيوضح لنا حجم استخداماتنا لكل ما له علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي، وبصراحة بيخلينا نفكر بهدوء في قد إيه إحنا بنعتمد بشكل أساسي على السوشيال ميديا في حياتنا، وقد إيه ممكن نبص للأرقام دي من وجهات نظر مختلفة، وبرضو بيخلينا نفكر في كلام كتير قوي بنقوله في حلقاتنا وفي البرامج طول الوقت، وبيكون عبارة عن تحذير من مخاطر السوشيال ميديا والأثر السلبي اللي ممكن بيجي طبعا من وراها. في النقطة دي بنفضل ان احنا نوضح تاني وتالت معلش ان الحكاية ملهاش علاقة بحجم الاستخدام قد ما ليها علاقة بالأثر اللي ممكن يحصل نتيجة الاستخدام ده. في ناس كتير ممكن بتقضي وقت طويل جدا على مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت في مواد بحثية أو شغل أو أي حاجة بتبقى فعلا نافعة، يعني استخدام إيجابي ومهمة سواء ليها أو للمحيطين بيها. وفي ناس تانية ممكن تدخل خمس دقايق بس على السوشيال ميديا تكتب خبر مغلوط، سواء عن مثلا عدم المعرفة بالمعلومة أو عن قصد، ودول يعني أعتقد إحنا عارفين بيعملوا كده ليه، واتكلمنا في الموضوع ده بشكل مفصل قبل كده. القصة مش حضرتك قاعد قد إيه على السوشيال ميديا، القصة أنت بتستفاد منها إزاي، أو لا قدر الله بتتضر منها إزاي. برضو في 2019 تعداد سكان العالم حوالي 7.75 مليار نسمة، منهم 5.19 مليار نسمة بيستخدموا الموبايل، وزي ما حضراتكم شايفين الإحصائية قدامكم على الشاشة، يعني حوالي 67% من سكان العالم معاهم موبايل،
وفي كمان منهم 5.54 مليار نسمة بيستخدموا الإنترنت بنسبة حوالي 59%، ومنهم 3.8 مليار نسمة بيستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي، يعني حوالي 49% من سكان العالم بيستخدموا السوشيال ميديا. طبعا دي أرقام اتطورت كتير عن سنة 2018، والأرقام دي بتخلينا نسأل بوضوح إحنا رايحين فين بالتكنولوجيا؟ عجلة التطور في الاتجاه ده ممكن تاخدنا لفين؟ يمكن السوشيال ميديا خلقت كمان خطر أمني على خصوصيتك، لأن فعلا بروفايلك أو الصفحة الشخصية على أي شبكة بقى جزء لا يتجزأ من حياتك الشخصية. طبعا كلنا عندنا يعني الصفحات الشخصية دي، وبنشوف ان احنا مهما حاولنا ان احنا نحافظ على الخصوصية للأسف بتخترق. عشان كده هنعرف يعني روشتة سريعة كده من دكتور عادل عبد المنعم خبير أمن المعلومات، هيقول لنا فيها ازاي نقدر اننا نحمي حساباتنا بشكل قوي على الشبكات الاجتماعية من الاختراق، وكمان ازاي نقدر كمستخدمين اننا نتحري الدقة في الحسابات اللي بتتعامل أو بنتعامل معها بشكل كبير جدا، والأخبار اللي بنتعرض ليها على السوشيال ميديا. يا دكتور تحياتي لحضرتك. أهلا بحضرتك، مساء النور. يعني إزاي نحمي نفسنا من الاختراق الخصوصية في السوشيال ميديا؟ طيب أنا طبعا حاول أكون مركز جدا لأن أكيد وقت المداخلة محدود. إحنا في موضوع الخصوصية بشكل رئيسي مرتبط بطبيعه الانشطه اللي انا بنشرها على الفيسبوك او ما شابه. يعني الموضوع الخاص زي التشيك ان، الناس اللي بتعمل تشيك ان في كل مكان بتروح فيه هو في نفس بشكل او باخر بيوضح للناس كلها هو موجود فين. فكره الصفحات اللي انت بتعملي عليها لايك، البوستات اللي حضرتك بتعملي عليها كومنت او لايك او شير بتوضح ان انت مؤيده او معارضه. في موضوعين، في موضوع ان في ناس تقدر تحدد هويه حضرتك من سلوكياتك على الفيسبوك، وفي ان الفيسبوك الجوريزمس وده الاخطر كتير ممكن ياخد البيانات دي ويبتدي يعمل نوع من البروفايلنج او نقدر نسميها التصنيف، ان حضرتك ليكي اتجاه سياسي معين، في نوع معين من الاكلات بتحبيه، ليكي اهتمام بنوع معين من الاتجاهات والميول بشكل عام، كل شيء في حياتك بالكامل. تمام، حتى مجرد ان بعمل لايك على صفحه ده كل ده بيحصل له نوع من الاناليسيس. وبرده في نقطه ثانيه خطيره، في بعض البرامج وناس كتير جدا بتقع في الفخ ده اللي هي بتحلل السلوك، يعني يقول لك مثلا انت هتشوفي هتبقي شبه مين من الزعماء، ايه البلد اللي انت المفروض تعيشي فيها. النوعيه دي من الاسئله ناس كتير جدا بتجاوب عليها، كلنا تقريبا يا دكتور بندخل عليها. انا عارف للاسف الناس ما بتقراهوش، للاسف جدا، ان الابلكيشن البسيط جدا ده بياخد اكسس على كل بياناتك، يعني قائمه اصدقائك، على الافضليات بتاعتك، بالاضافه انه يقدر ياخد من فيسبوك بيانات عنك يحلل بيها شخصيتك. تمام، يعني الناس بتفرح بان انا شبه الزعيم الفلاني وانا المفروض اركب عربيه نوعها كذا، وفي النهايه هي الناس بتدخلها على نوع من انواع التسليه، يعني او يعني نوع من انواع المرح او الضحك مع الاخرين. المشكله هنا في الوعي بقى، يعني هنا هو انا مع حضرتك بس احنا عندنا يعني في فائده وفي صحيح تكلفه وعائد. فلو العائد هنا نوع من المرح ممكن يكون التكلفه مش مناسبه، اللي هي ان انا يعني خصيتي منتهكه الى اقصى درجات. هو ايه اللي بيحصل بالظبط يعني مثلا في الحاجات دي؟ وممكن كمان في الالعاب برضو، انا سمعت المعلومه دي. طبعا طبعا، ما بقول لحضرتك البرامج البسيطه جدا اللي بتدعي انها بتحلل شخصيه او اعرف برجك او الكلام ايه ده. تمام، او ايه افضل الابراج اللي تناسبك كشريكه حياه او شريك حياه الى اخره، كل الامور اللي بتشوفها يوميا كل دي جمع بيانات، بالاضافه للاساليب التحليليه اللي الفيسبوك الجوريزم او اليات التحليل الخاصه بالفيسبوك بتجمعها عنك. وده اللي هيخلي معظم الاعلانات ومعظم الاخبار اللي بتبان لك، حتى اخبار الاصدقاء اللي موجودين في قائمه اصدقاء حضرتك اللي تتصدر التايم لاين، يعني لما تبداي يومك كده الصبح تفتح الفيسبوك هتلاقي ان اوائل الاخبار طالعه في الحاجات اللي حضرتك مهتمه بيها. والاصدقاء اللي انت مهتمه بيهم هم اللي في الصداره، هم اللي في بيتصدروا الاخبار، واللي انت مهتمه بيهم قد يختفوا تماما من التايم لاين بعد فتره من الزمن. ده بالنسبه للخصوصيه. موضوع التامين في عجاله شديده، يعني يا ريت بس كنصيحه الناس كلها تتاكد ان الايميل المسجل على الحساب ليها اكسس عليه. في ناس عملت ايميل من 5 سنين مثلا وما دخلتش عليه تاني بعد ما عملت الفيسبوك.
ان بقدر اكسس البيز ده الباسورد بتاعتي يعني حافظها، لان في يوم من الايام لما حطيت فيسبوك عمل اجراء ان خلى كل الناس تتفاجئ. ودي يمكن يعني عاده وسلوك بنشوفه كتير قوي في وسط بيوتنا واهالينا يعني، والناس بتنسى. اوكي، غيرت التليفون لا قدر الله، تليفون اتكسر او حاجه زي كده، بيجي حد او اتسرق مثلا او اتسرق، نتاكد بس ان الريكفري انفورميشن موجوده. حتى لو لا قدر الله لقيت ان النهارده انا ناسي الايميل بتاعي او الباسورد بتاعته، فيا ريت قبل ما يحصل المشكله ان انا اخش اضيف ميل تاني او اضيف رقم تليفون، بحيث ان يبقى عندي ريكفري مناسب. الاجهزه تحدث باستمرار، هو نظام التشغيل او البرنامج اللي انا شغال بيه التطبيق زي فيسبوك او تويتر. اوكي، اضافه الاصدقاء يكون بحرص شديد، وما نخدعش ان الصوره انا عارفها او ان الشخص بيني وبينه اصدقاء مشتركين، لانها مش بالضروره صحيح دلاله صحيحه. يعني في ناس كتيره جدا بتقع في المشكله دي. فخ فخ بالظبط. الضغط على الروابط امر غايه في الخطوره. ممكن يحصل رانسام وير، اللي هو الفيروسات اللي بتشفر اجهزه الكمبيوتر او البيانات او التليفونات. او ممكن يحصل لي حاجه اسمها فيشنج اتاك، هجمات احتياط بتساعد ان انا يتم توجيهي لصفحه خادعه تشبه الفيسبوك، وبعد كده بتسرق بيانات الدخول الخاصه بيا. تمام، في كلام كتير يعني، انما يعني اهم حاجه بس التعامل. انا عارفه طبعا ان حضرتك يعني معاك ذخيره من المعلومات والنصائح يعني، وحضرتك شرفتنا قبل كده في الاستوديو، والحقيقه كانت في نصايح يعني احنا نفسنا هنا في البرنامج استفدنا منها يعني، فان شاء الله الجمهور دايما يستفاد من حضرتك. وتشرفنا مره تانية كمان في الاستوديو دكتور عادل عبد المنعم، إن شاء الله خبير امن المعلومات. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل المهمه. موضوع السوشيال ميديا موضوع بيهم قطاع كبير جدا مننا والشباب تحديدا، عشان كده الكلام فيه والأرقام اللي بيتم إصدارها كل فترة بيكون شيء مهم. طبعا احنا محتاجين ان احنا برضو نستعرضها مع حضراتكم، بس قبل ما نشوف والأرقام وصلت لحد فين والتقرير كمان يعني شاف 2019 رايح فين بالظبط في الاحصائيات، حبينا نسال اهلنا في الشارع المصري عن السوشيال ميديا واستخدامهم ليها بيكون عامل ازاي. هنروح نشوف التقرير وقالوا ايه اهالينا في الشارع المصري ونرجع تاني لحضراتكم. بستخدم السوشيال ميديا حوالي ساعه كده في اليوم، هي اكيد ليها فوائد برضو بس يعني كترها بيبقى تضيع وقت. بستخدم السوشيال ميديا ساعه ساعتين في اليوم، واكيد مفيده لان بعرف اخبار الدنيا واخبار مصر واخبار العالم كله. بالنسبه لي لو استخدام مفيد بيكون فعلا ليه لازمه، انما في ناس كتيره بتستخدمه استخدام سيء، زي مثلا ان يقعدوا بقى يتكلموا كلام مش كويس مع بعض، يبقى في زي ما تشوفي تريقه كتير على الفيسبوك او على اي موقع من مواقع السوشيال ميديا، فبتلاقي فيها تنمر طبعا ده منتشر جدا. والله انا بالنسبه لي انا بقضي وقتي عليها كتير جدا يعني، لان يعني الصبح حتى الواحد ما بيصحى من نومه كده قبل ما اروح الشغل وفي المواصلات والحاجة يفتح الفيسبوك والحاجات دي، طبعا بتعرف الدنيا رايحه فين النهارده. اهم عيب ليها الوقت بيضيع جدا، يعني لو الواحد مش هيستفاد هو بيضيع وقت كتير جدا يعني. ثلاث ارباع وقت على السوشيال ميديا، مش فاضي ان انا انزل الشارع اصلا عشان بقضي وقت كله على السوشيال ميديا، بس الفكره كلها ان انا شايفه ان هو في حاجه مفيده، ويعني اللي هو زي ما تقولي ان يعني السوشيال ميديا حاجه مفيده جدا بالنسبه لان انا لو عايز اتشهر. بالنسبه لشغلي كمحامي بحب اعرف قوانين، بحب اعرف حاجات بقدر اخش اشوفها بسرعه، كنت الاول لازم اقعد ابحث في كتب كتير، لكن ببحث على حاجه بكتبها بتطلع قدامي على طول بتظهر. انا بحس ان السوشيال ميديا هو مكان نقدر ان احنا نعبر فيه عن صوتنا، حابين ان احنا نوصل مسج معينه بتوصل، حابين ان احنا نعبر عن راينا بيوصل، فدي حاجه مهمه. في حاجات مضره في السوشيال ميديا ان هي بتضيع وقت كبير جدا. ليها سلبيات برضو طبعا نتكلم عليها، ان طبعا في بعض الاخبار الكاذبه والترويج الاشاعات، فطبعا في ناس بتستغلها استغلال سيء طبعا يعني. بعد ما تابعنا مع حضراتكم اراء اهلنا في الشارع المصري، طب اخبار الارقام ايه بقى والاساطير اللي بتتقال، وبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نوضح الحقيقه بنفيها بشكل او باخر. طيب احنا عندنا الاسطوره الاولى بتقول احنا مالنا ومال العالم، احنا يا دوب بندخل بس نبص بصه كده على الفيسبوك ولا الانستجرام وشكرا، انما الحقيقه غير كده، لان الحقيقه بتقول ان عدد مستخدمي مواقع التواصل
الاجتماعي في الوطن العربي حوالي 136.1 مليون شخص، يعني حوالي 53% من عدد سكان المنطقة. دي نسبة مش صغيرة خالص، وتقريبا ماشيين بنفس معدل المستخدمين في العالم. طيب دي بالنسبة للأسطورة الأولى. التانية بقى بتقول إيه؟ الأسطورة بتقول برضو بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي، بتقول أصل الناس بره دي ناس في حتة تانية، بيعرفوا إزاي يستفيدوا من مواقع التواصل الاجتماعي مش زي عندنا. إنما برضو خليني أقول لحضرتك إن العالم بيقول حقيقة غير كده. الحقيقة بتقول إن أكتر من 60% من مستخدمي إنستجرام وأكتر من 50% من مستخدمي فيسبوك بيستخدموه للتسوق الإلكتروني، ودي آخر إحصائية لسه طالعة من شهر واحد، نسبة مش صغيرة إطلاقا. طيب الأسطورة الثالثة بتقول هو عشان بندخل على الفيسبوك كل كام يوم مثلا مرة، هتقولوا بقى إننا قاعدين على الفيسبوك طول الليل والنهار؟ ده ما بيحصلش خالص. إنما الحقيقة بتقول إن في 1.6 مليار مستخدم للفيسبوك يوميا في العالم، بحد أدنى للاستخدام 58 دقيقة يوميا، يعني دي أقل حاجة هما بيستخدموها على الفيسبوك في العالم، ساعة يوميا. طبعا ده رقم مش بسيط ويخض، ويفتح لينا عشرات الأسئلة اللي تخلينا نقول طب إيه وليه، طيب نتصرف إزاي. عشان كده كنا لازم نتكلم بشكل موسع ونعرف معلومات جديدة وغريبة عن السوشيال ميديا بشكل أكتر يعني تخصصا، وكمان بتخص كل واحد فينا في استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي في كل ساعة وكل دقيقة زي ما حضراتكم عارفين. لكن بعد ما نشوف التقرير ده ونرجع تاني لحضراتكم. المليارات من البشر حول العالم يستيقظون يوميا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتي لم تعد أداة للاتصال فقط، فقد تحولت الشبكات الاجتماعية إلى منصات تسويق للمنتجات والخدمات، وملتقيات إلكترونية للتوظيف، وساحات افتراضية للبحث وتعلم كل ما هو جديد من علوم ومعارف، والتواصل مع مصادر المعلومات نفسها. ولكن أيضا أثبتت التقارير الدولية وجود وجه قبيح لتلك الشبكات، حيث يستخدمها البعض لنشر وغرس الأفكار السلبية والإرهابية المدمرة في عقول الشباب من ضعاف النفوس. كذلك يستغلها البعض للشهرة بفعل أي تصرف مهما كان مضرا، وللتنمر والتحرش والاحتيال على الآخرين. وينصح الباحثون في علم الاجتماع بضرورة الاهتمام بتوعية صغار السن والمراهقون حول مختلف الموضوعات التي تروج على السوشيال ميديا، وفتح ساحات الحوار معهم في الأسرة والمدرسة. وكذلك يوصون بضرورة الحرص على احتواء وتقبل الآراء المختلفة التي يأتون بها من الشبكات الافتراضية. وأشار خبراء الشبكات الاجتماعية وعلماء النفس إلى أن السوشيال ميديا كغيرها من الأدوات الإلكترونية يمكن استخدامها للإفادة أو الأذى، ويتحدد استخدامها بحسب شخصية الفرد. لذلك يوصي المتخصصون بضرورة العناية بتنشئة جيل واع قادر على نقد وتحليل ما يتعرض له من موضوعات ومحتوى متنوع على تلك الشبكات، ليحصل منها فقط على ما يفيده. رجعنا لحضراتكم من تاني. مشرفني في الاستوديو خبير الشبكات الاجتماعية المهندس مصطفى أبو جمرة، واللي هنتكلم معاه أكتر عن تفاصيل تقرير We Are Social، طبعا ووضع 2020 مع المصريين في استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي، و2019 أخباره إيه، وإزاي نقدر ناخد منه مؤشرات كده لاستخداماتنا وأولوياتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا انا بتشرف بحضرتك ومنورنا. الله يخليكي. احنا لو حابين بس نبتدي بفكره استخدامات المصريين بتبقى دايما ايه اولوياتها في السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي عن اي دوله تانية موجوده في العالم، قبل ما نتكلم عن التقرير والاحصائيات. في المجمل الحقيقه انت يعني سؤالك كويس، لان احنا في المجمل استخدامنا للسوشيال ميديا ترفيهي. هي المفروض السوشيال ميديا على التايم لاين بيجيب لي أخبار، بيجيب لي مواضيع ممكن أفتحها وأروح
اتفرج على الموقع الاساسي بتاعها، لكن انت اكثريه المحتوى اللي بنتداوله ونتعاطاه على السوشيال ميديا هو ذو طبيعه ترفيهيه. طبعا الترفيه والانترتينمنت جزء هام في حياه الانسان، ولكن هو ملوش اي فايده. يعني انا ما بستفادش، ما فيش او نسبه معرفية. الاستخدام كمان لو زادت لا عن نسبه حدها. الاستخدام بصي نسبه الاستخدام عاليه طبعا في مصر. مصر من البلاد اللي بتتعاطى السوشيال ميديا بشكل كتير. احنا بنقعد حوالي 3 ساعات يوميا في المتوسط لمستخدمي الانترنت في مصر اللي هم تقريبا نص سكان مصر، بنقعد 3 ساعات على السوشيال ميديا يوميا. سواء على الموبايل او على اللابتوب. 3 ساعات يوميا بنستهلكهم على السوشيال ميديا، فيهم نسبة ضئيلة جدا معرفية توعوية، وفيهم كم كبير جدا ترفيهي انترتينمنت يعني. طيب بس احنا طبعا حضرتك اكيد يعني متابع لمواقع التواصل الاجتماعي، ناس كتيرة قوي بتستخدمها كنوع من انواع يعني بعض المؤامرات، وان توقع ناس في فخ مثلا، او ان هي تنشر شائعات سواء بقى بقصد او من غير قصد، وفكرة كمان الإصرار على السير وراء الأخبار والمعلومات المغلوطة. يعني حتى لو الخبر تم نفيه أو تم توضيح المعلومة الصحيحة، بيبقى فيه إصرار أن المعلومة الغلط تفضل على صفحات التواصل الاجتماعي. ده طبعا بخلاف الترفيه اللي احنا بنتكلم عليه. أظن ده مش ترفيه أعتقد. والله هو ساعات بيبقى ترفيه، لأن أنا ما بشوف خبر والخبر ده جاي على هواية وانا مبسوط بيه بنشره بصرف النظر هو صح ولا مش صح. لو في تهكم او في سخريه من حد انا مش مبسوط منه انشره وخلاص، واللي يحصل يحصل. فاحنا بنتعاطى كم كبير جدا من الاخبار الزائفه. بس اظن ان طبعا موضوع الاخبار الزائفه دوت موضوع عالمي. يعني ده بيعاني منه العالم كله، مش احنا بس، مش مصر بس. لا بس في خبره تراكميه بتتولد مع مستخدمين السوشيال ميديا، ان يعرف ان ده مش حقيقي وده حقيقي. لكن احنا عندنا عادة الشير مش مشكلة، والعبرة على القارئ مش وشهوة اللايكات والكومنتات طبعا. دي قصة تانية بقى. ان انا بسعى دايما ان انا اقول الحاجة اللي تعجب الاصدقاء او المتابعين ليا. فانا بتحول عشان اخليهم يعملوا لي لايك. ودوت عادة، هي عادة اجتماعية مش لطيفة، بتأثر على شخص الإنسان. بصي السوشيال ميديا أثرت على المجتمع بشكل في مناحي كتيرة جدا، وغيرت ميول واتجاهات ناس كتيرة قوي، وغيرت تركيبة الشخصية بتاعت الإنسان، مش في مصر، في العالم كله. التركيبة الإنسانية بتاعت البني آدم دلوقتي في عصر السوشيال ميديا بقى ذاتي قوي، بقى بيهتم بي ان الناس تحبه والناس تقتنع بيه ويطلع صوره حلوه ويديهم شكل اخر مخالف تماما عن واقعه. ودي بنسميها احنا السايبر رياليتي، الواقع الافتراضي بتاعي، اللي هو في بعض الاحيان ممكن يكون اهم من الواقع الحقيقي. لان انا بقدر ان انا ابرز جوانب معينه في شخصي وفي ثقافتي وفي قناعاتي، اوصلها للناس وبتعامل معاهم ما زلت من خلال القنوات بتاعه السوشيال ميديا. فبالتالي لا حرج ولا حراك، هم خلاص شايفين الشخص دوت، ما يعرفوش الحقيقه. وكم منا اتعرف على ناس في السوشيال ميديا وجدهم في الحقيقه مخالفين تماما للي كان ظاهر، للواقع اللي هو كان متخيل، للواقع اللي كان متخيل. طيب لو احنا حابين ان احنا بقى نشوف دلالات، يعني تقرير We are social، يعني نقول ايه بشكل مباشر كده؟ بصي الاول ضروري اعرف ايه هو التقرير وايه مصدره ومين اللي عمله. اللي عملته شركه We are social بالتعاون مع هوت سويت. دي شركه عندها منصه اداره سوشيال ميديا اسيتس، وبيطلعوا التقرير دوت بشكل سنوي. والحقيقه بدا يجد رواج، لان هو بيبقى فيه معلومات كتيره جدا عن واقع الانترنت على مستوى العالم، وبيخصص لكل دولة جزء من التقرير بيشرح فيه بشكل وافي. ولكن هو بيعمله ليه؟ هو بيعمله عشان يلفت انتباه له، وشركة دعاية أساسا في النهاية، وي آر سوشيال دي وكالة إعلانات. فهي بتعمله وبتديه ببلاش عشان الناس تيجي تزورها وتاخده وتتعرف وتعرف اسمها. طيب مصادرها ايه في الموضوع ديت؟ مصادرها كويسة.
عندها مصادر كتيرة جدا، سواء من مؤسسات الحكومية في البلاد، من الانترنت سيرفيس بروفايدر اللي هم بيدوا الخدمة بتاعت الانترنت، ودول طبعا عندهم عددات بتقول الناس بتستخدم كم ساعة وبتخش على أي مواقع من الموبايل أوبريتور، هم نفس الحكاية، ومن بعض المنصات التحليلية والجلوبال ويب اندكس اللي عندهم بيانات عن طبيعة الاستخدام وأكثريته. فمصادره أنا أقدر أقول إن هي مصادر وافية، مصادر حقيقية، ولكن كتير ساعات بنشوف فيها بعض الزلات، يعني حاجات كده هوت ما تبقاش منطقية، هنات كده ما تبقاش منطقية في الأرقام، لأن هو بيلم الداتا ديت ويجمعها وبعدين يستعرضها. لما بنكون احنا بقى في الفيلد، في احنا في البلد بتاعتنا، بنبقى عارفين ان ممكن دوت يكون مش واقعي شويه، يعني مثلا هو جايب نسب استخدام المنصات الاجتماعيه المختلفه. احنا عارفين ان الفيسبوك دوت بيحظى برقم واحد، بعديه اليوتيوب، بعد كده هو ده على مستوى العالم، ده على مستوى مصر، على مستوى مصر، على مستوى مصر، بعد كده هو انستجرام، بعد كده هو اظن ان هيجي تيك توك، هو جايب تيك توك في الاخر خالص، مع ان تيك توك في الفتره اللي فاتت ديت بدا يحظى باستخدام. طبعا وفي كل بيت مصري بنشوف ان الاطفال بتنجذب بشكل، اطفال والله وكبار دلوقتي كمان، يعني هو تيك توك ظاهره غريبه. اولا هو طالع من دوله مغايره لكل السوشيال ميديا، طالع من الصين، مش طالع من امريكا كالمعتاد. وهو فاينز، يعني هي فيديوهات سريعة أغلبيتها بتبقى فيها سخرية أو ضحك، ترفيهي ترفيهي جدا. هم بيحاولوا دلوقتي إن هم يضيفوا فيه محتوى ذو قيمة أو محتوى تعريفي تثقيفي، لكن هو المخالف إنه جاي من بلد تانية، جاي من الصين مش جاي من أمريكا، وانتشر في مصر على كل الأعمار. والغريب بقى كمان أن على كل الفئات الاجتماعية، يعني ما عادش مخصص، يعني كنا بنشوف السناب شات لإيج معين وفئة اجتماعية معينة، صحيح، لكن التيك توك دخل مصر كلها. وأظن أنه هو طبعا لغاية دلوقتي عنده، هي السوشيال ميديا كلها ديت شغالة وراها دافع أساسي هو الفلوس، هو بيطلع فلوسه تجاري من الإعلانات. فأنا كل ما أجيب زيارات عندي بتستخدمني وأبقى عارف بياناتها، أقدر أطلع إعلان يبقى مناسب للشخص اللي جه عمل الزيارة ديت ويدفع تمن إنه شاف الإعلان. تيك توك بيحاول دلوقتي في موضوع إنه يطلع دخل إعلاني، بدأ يسعى لكده. فيسبوك طبعا أقوى منصة بتلم فلوس، ويليها جوجل من خلال يوتيوب أو من خلال الأدوردز والأدسنس، اللي هي دي عبارة عن سيستم واصل على 85% من مواقع الإنترنت في مصر. فهو بيقدر يدير حملات على المواقع دي. طيب التقرير، الحاجة اللي شدتني أنا في كم حاجة كده شدوني، عايز احنا كمان برضو معانا سلايد كده بيوضح يعني أعمار المصريين تحت 13 سنة في استخداماتهم للإنترنت في مصر. 59% فوق 13 سنة، زي ما احنا كده بنشوف مع حضراتكم وعلى الشاشة، واكيد طبعا يعني هتبقى واضحه جدا دي كل الدول، يعني معظم دول العالم. ده الاليجيبل اودينس اللي هو ما فوق 13 سنه. طبعا احنا عندنا مشكله في مصر ان احنا قبل 13 سنه الاطفال بيخشوا على الانترنت. 59% 59%. طيب احنا لو برضو اتكلمنا في فكره، يعني ناس كتيرة قوي بتبص لمواقع التواصل الاجتماعي، في ناس بتبقى داخلها بغرض وفجأة نلاقيها سلوكها اتحول لغرض تاني خالص. يعني في ناس فعلا بتبقى كانت عاملة الأكاونت أو الحساب الشخصي بتاعها على الفيسبوك لمجرد المشاركة مع الآخرين، تشوف ناس بقالها سنين ما شافتهاش، تتعرف على ناس جديدة، تسلي وقتها، لكن فجأة بنلاقيها المسار اتغير جدا والسلوك اتغير جدا، وفعلا بنلاقي ان في تاثير سايكولوجي ونفسي، وبلاقي في انحرافات في السلوك خاصه الاطفال اللي تحت 13 سنه.
ده برضو ما ينفعش ان احنا نمر عليه كده مهندس مصطفى. لا لا اولا المنصات بتقول ما حدش يخش يستخدمها دون سن ال 13، ده القواعد اللي موجوده. فبالتالي عشان كده بنلاقي ان في ناس بتضرب السن، بتضرب السن طبعا، الاطفال بيضربوا السن عشان واهاليهم ضروري يكون عندهم وعي. اي طفل دون السن دوت لازم دخوله على الانترنت يكون في وجود الاهل، وخطر جدا ان هو يترك له الانترنت. الانترنت ديت فيها كل حاجه، يعني انا ساعات بقول الانترنت دي عباره عن بالوعه حاجات. ما ينفعش ان انا اسيب الطفل الصغير اللي لسه بيتكون في حاجه غير امنه. ففي حاجات كتيره جدا، انا عندي مثلا اليوتيوب، في يوتيوب كيدز دوت تطبيق امن للاطفال، ما ينفعش يتعمل له حساب على الفيسبوك لان هو في على التايم لاين هشوف حاجات ما ينفعش يشوفها دلوقتي، او يتفرج عليها في حضور الوالد او الوالده. دي نقطه خطيره جدا. الالعاب الالكترونيه نفس الحكايه، في العاب دايما بيتحط عليها السن المفروض يستخدمها الطفل، ما تديلوش العاب زياده لانه هيتعرض لحاجات مش مفروض في سنه ولا هيقدر يفهمها، فبالتالي هيحصل تشويش عنه. لكن ده يجيبنا لنقطه تانية خطيره، هو ان الاطفال النهارده قبل القرايه والكتابه بداوا يعرفوا يستعملوا الموبايل والايباد وخلافه. صحيح، قبل القرايه والكتابه. إذن بتنشأ عنده منطق ليس اللغة، لأن إحنا لما بنفكر إحنا بنفكر باللغة. طيب هو لسه ما عندوش لغة، ما هو بيفكر بالصورة، فهو بيفكر بمنطق الآلة. الآلة منطق الآلة دوت إيجابي، لأنه هو بيقدر يخلق عقل قدراته أكتر من قدراتنا اللي بنفكر بحدودية اللغة. فالجيل اللي طالع اللي هو تعرض للإنترنت في بداية نعومة أظافره هيكون عنده قدرات عقلية أكتر من كل الأجيال اللي شافها الإنسانية. طيب ونخاف منهم طبعا أكيد. في معلومة كده برضو أنا مينفعش أن أنا أمر عليها كده مرور الكرام مع حضرتك، يعني فضل. مصر احتلت المركز السادس على العالم في زيادة الحسابات الجديدة على الفيسبوك في 2019. انا شفت الرقم ده الحقيقه، ده رقم ما ينفعش ان احنا يعني نعدي عليه كده. ما هو ده اللي انا كنت لسه بقول لك عليه، ان انا في ارقام كده مش مقتنع بيها. اولا السنه دي بالذات الفيسبوك اصبح صعب جدا ان انا انشئ عليه حساب جديد فيك مش حقيقي. يعني دلوقتي لما تيجي تنشئي حساب جديد هيطلب منك حاجات كتيره جدا، من ضمنها تفتح الكاميرا وتاكد ان انت نفس ذاتك الشخص. فبالتالي هو بيحارب ذات نفسه الفيك نيوز بعد لما حصل مأساة بتاعته. اللجان بقى الإلكترونية. فهو بيحارب اللجان الإلكترونية، هو بيحارب حاجتين، بيحارب الفيك الـ 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 الفيك أكاونت، وبيحارب الأخبار الزائفة. طب الزيادة دي جات لي إزاي؟ أنا عندي 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 يعني ما يقرب من 6-7 مليون أكاونت جم في 2019. أظن إن ده رقم مش صحيح. أظن دوت رقم مش صحيح. طب تفتكر ايه الغرض من نشره بالشكل ده؟ ما انا زي ما قلت لك هو بيلم بيانات، البيانات دي بيلمها، حتى هو قايل ان بيلمها من منصات دعايه، يعني منصات اللي انا لما بيكون عندي منصه الكترونيه بتاعت اعلانات على الانترنت دي تبقى عندها ارقام لكل منصه في الفئه العمريه في اللايف ستايل في في في، فهو بياخد بياناته من الاد بلانر بتاعت المنصات ديت. ممكن يكون مبالغ فيها، ممكن يكون برضك في الفترة اللي فاتت ديت احنا كنا في زخم لإنشاء لجان إلكترونية كتيرة في مصر، فممكن كذا عامل أدت لإن العدد ده طلع. ممكن يكون عامل تجاري أو مادي، هو ما هو برضه الفيسبوك ده يعني أول ما تتواجد الفلوس أكيد ممكن تكون، بس هو ما أنا هقول لك هو الإجراءات دي تستثنى. الفيسبوك من مصلحته إن اللي بيشوف الإعلان يبقى إنسان حقيقي والإعلان مناسب له، عشان لما يشوفه يتك عليه ويروح يقضي حاجته. لأن هو دي آلية محاسبة بالنسبة له، لو أنا روبوت أو أنا فيك أكاونت الإعلان ملوش أي لازمة بالنسبة لي. فهو بيسعى عشان أرباحه تتحقق أن يكون فعلا مفيش فيك أكاونت، زائد أن الفيك أكاونت ديت بتسيء لسمعته، وبالتالي سعره في البورصة الأسهم بتاعته بتبدأ تنخفض. هو في ممكن ناس تبيع حساباتها؟ طبعا، والحساب مرتبط بإيميل وباسورد،
وحتى لو برقم موبايل هو ربطه برقم موبايل هديهوله هو ورقم الموبايل. ففي ناس بتتاجر بصفحات، في ناس بتتاجر بأكاونتات، بس هو برضك بيحارب دوت. ازاي بقى؟ ما انا نفسي شخص حقيقي وقررت ان انا ابيع الاكاونت بتاعي للجنه. انت في صوره. اولا الفيسبوك الفيس ديتكشن تكنولوجي بتاعته قويه جدا. يعني انت حتى لو بتشوفي صور بتطلع على الفيسبوك تلاقيه بيقول لك حط اسم فلان الفلاني، هو عرف من الصوره بتاعه المجموعه ديت ان ده فلان وده فلان وده فلان. فالتعرف على الوجوه عنده تكنولوجيته قويه. لما انا اكون مشتري اكاونت بوجه شخص واجي احط صوره اخرى هيبدا هنا يشك فيك الفيسبوك. طب والصفحات؟ ما ياما احنا كنا بنشوف الصفحات بقى حدث ولا صفحات حدث اسمها ولا حاجه تانية، وانا كنت عامله لايك على حاجه وفجاه لقيتها تحولت تماما بالاسم وبالمضمون وكل حاجه وبالتوجه كمان وبالتوجه طبعا مضمون. ده فده برضو متاح اعتقد. ده متاح وهيظل متاح، لان هو صاحب الصفحه بيبقى شخصيه افتراضيه، وممكن ان انا ابقى صاحب الصفحه اتنازل واديها لحد تاني يبقى هو الادمن بتاعها انسو ان. طيب مشكله مصر عن اي دوله في العالم تانية بتواجهها من السوشيال ميديا، سواء كان من المستخدمين او سواء كمان من حملات مضاده بتوجه لمصر؟ بصي يعني انا مش عايز اخوف الناس من السوشيال ميديا اكتر ما هم خايفين، احنا بقالنا فتره عمالين هما لو كانوا خايفين على فكره ما كانوش منتشرين قوي على السوشيال ميديا. بس ما انا هقول لك، هي احنا محتاجين نوعي الناس. نوعي الناس، لان ودي خبره تراكميه، زي ما انا دايما بقول انت لما بتنزل الشارع بتبقى ضامن امنك ان ما فيش حد يخبطك بعربيه، انك تعدي صح، ان ما حدش يثبتك بمسدس، يعني انت ضامن نفسك وما بتمشيش في شارع ضلمه. في عندنا شويه خبرات حياتيه كده هوت ان احنا مامنين نفسنا. ضروري نفس الحكايه على الانترنت. نعمل مش ايه؟ ان انا ابقى عارف ان ده مش حقيقي. انا دلوقتي لما يجي حد يقول لي على فكره في مركب معديه في شارع رمسيس تعال اتفرج، المنطق بيقول ده مش حقيقي. ما ينفعش ان انا انجر ورا الموضوع ده. زائد ان في حاجه سهله جدا، عندنا محرك بحث اسمه جوجل، اخش ادور عليه. في صور كتير جدا بتتحط على الفيسبوك ويقول لك ده حادثه حصلت عندنا، خد الصوره دي حطها على جوجل ايمج هتلاقي الصوره ديت حاجه حاصله في بغداد، حاجه ملهاش علاقه بمصر خالص. فالخبرات ديت ضروري الناس كلها تبدا تكون عندها قياده لوعيها على الانترنت. احنا كمان معانا برضو معلومه ان مصر بتحتل ثالث دوله في العالم في انها بتعمل اكتر تعليقات في الشهر على الفيسبوك، كومنتات يعني. ده برضو شايفه انه ممكن نشك فيه ولا ده صح؟ لا، احنا شعب فوكال زي ما بيقولوا، احنا شعب بنحب نتكلم. يعني انت في مجتمعات كتير قوي تلاقيهم قليل الكلام، احنا اللغه بتاعتنا كمان لغه ممطوطه. يعني انت لو تحللي اللغه تجدي ان انت ممكن في ثلاث كلمات تعبري عن ست جمل اتقالت. يعني ما باجي اتكلم قاعد اقول لك طب انت مش واخده بالك انت ازاي، فانا بقى عايزك بقى تركزي، فانا بقى عم بقعد احط حش وحش 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 وحش. دي طبيعتنا احنا زياده تاكيد في الفهم. لا هو يعني ايه حشو لغوي. فبالتالي دوت منعكس على ادائنا، ده طبيعه اجتماعيه ملهاش، لا ما اقدرش اقول ان هي حاجه سلبيه. التفاعل والانجيجمنت، احنا بنصاحب بسرعه، بنتكلم بسرعه، عاملين زي الشعب الايطالي ونعلق على كل حاجه وناخد موقف من كل حاجه ونصدق حاجات مش صحيحه، ده طبيعه شعب. فانا مش عايز اخدها بشكل سلبي خالص، بالعكس انا عايز اخدها بشكل ان دي طبيعه الحضاره بتاعتنا. احنا الحضاره بتاعتنا دايما زحمه، لما دخلوا المعابد الفرعونيه اللي كانت مغلقه وفتحوها لقوها زحمه جوه، لقوا الحاجات مكدسه جنب بعضيها كتير. فاحنا دي طبيعتنا، بنحب الحاجات كتير، بنحب حاجات كتيره قوي. فبالتالي دوت ضروره شخصيتنا، ملناش في علم الاقتداب او الاقتصاد. لا لا خالص، لا 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 في السلوك ده. لا يعني هقول لك مثلا، انت هتجدي في بلاد كتيره جدا بيستعملوا الاختصارات. يعني حتى مثلا فيلم مين ان بلاك يقول لك ام اي بي الاختصارات. احنا في ثقافتنا في لغتنا ما فيش اختصارات خالص. هاتي لي حاجه احنا بنقول عليها اختصارات. يعني حتى وكاله انباء الشرق الاوسط ألف شين ألف دايما بنقولها وكالة أنباء الشرق الأوسط. احنا كمان
الإحصائية احنا رقم 3 في العالم طبعا. الكومنتات في الكومنتنج الشهرية اللي على الفيسبوك، ليه الشعب المصري بيميل للفيسبوك أكتر من أي مواقع أو موقع تواصل اجتماعي آخر؟ لأنه هو أول حاجة ابتدى بيها الفيسبوك بدأ بيها، فبالتالي الأسبقية زائت. بس تويتر تقريبا كان قبليه. لا لا لا، فيسبوك الاول وبعدين تويتر. بعدين تويتر وتويتر حتى في مصر كمان عدد مستخدمينه قليل، انت بتتكلمي على 3 4 مليون. وليهم سمات شخصيه كده مشتركه. احنا برغم ان احنا بنسميهم اوبينيون ليدرز، يعني هم اصحاب الاراء اللي بيتبعهم الاخرين، ولكن هم اقعد حاجه في الدنيا. يعني انت لو دخلتي تويتر ساعات ليا زملاء يقولوا لي ده مستشفى مجانين، لان كل واحد عناف جدا مع بعض، اوبينيونيتد قوي، يعني هو ما فيش جدل في ما فيش نقاش، لا هو انا واخد كده هوت فهي كده هوت، وكل واحد عنده يعني نقاش طويل قوي يثبت لك ان هو الصح. فتويتر له طبيعه خاصه بالذات في مصر، بعكس في اوروبا، في عكس في الخليج. تويتر في الخليج هو المنصه الاساسيه، لكن احنا فيسبوك عندنا هو المنصه الاساسيه. ليه بقى؟ لانه هو اولا هو نشا قبل تويتر، وزائد ان هو بقى يطلع عليه حاجات مش زي مجتمع التويتر. تويتر في تشدد قوي، في ناس عميقه جدا، لكن الفيسبوك وكمان اليه الاعلانات عليه اسهل واقوى، فبدات الناس تروج له اكتر. وطبعا لما بعمل انا اعلانات معناها ان انا بدور على محتوى بكسبه ان سو اون. ولكن هل الفيسبوك هيستمر رقم واحد؟ لا، احنا شايفين مثلا انستجرام بيكبر بسرعه جدا. بس خلي بالك انستجرام بتاع فيسبوك، هو ملك فيسبوك، هو وواتساب هما الاثنين ملك فيسبوك. بس اعتقد ما مش بتقص ان هي تبع شركه ايه. لا بل ولكن هو الانستجرام في مصر اخد شكل الاحتفاليه، يعني تخش الانستجرام كله بهجه وسعاده وفرح وطاقه ايجابيه وورد وويل يا ويل وحاجات جميله جدا. على عكس تويتر بقى تجديد كله ضرب 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 ضرب. اللي طالع دلوقتي زي ما بقول لك كده في بقى ضحك وسخريه جامده جدا، هو تيك توك. المسجنج احنا بنضيع وقت كمان على السوشيال في التراسل في المسجنج شات. التشات واللي استغربته من التقرير دوت ان اكتر حاجه بنستعملها في التشات هو الماسنجر بتاع الفيسبوك وليس واتساب برضك اللي بتاع الفيسبوك. معرفش ليه، بس هو الراجل بيقول كده. في حاجه هنا حلوه قوي بقى في التقرير دوت، انا كنت مصر ان انا ما اجي حاجه احنا ما فكرناش نشوفها. ايه هي؟ هي سرعة الانترنت في مصر. سرعة الانترنت في مصر زادت في 2019 260%. 260%؟ تخيلي 260% على الموبايل وعلى الدي اس ال. ويمكن احنا ما حسيناش او ما وجهناش الناس يا جماعة ده احنا حسنا الشبكة بشكل عنيف جدا. اي نعم، لسه اقفل وافتح الراوتر، لكن السعة بتاعة الانترنت عندنا بقت أوسع بكتير. النهاردة بيتكلم على أن متوسط الدي اس ال في مصر بقى حاجة و20 ميجا بت بير سكن. سرعة كبيرة جدا. احنا من 3-4 سنين اللي عنده 2 ميجا دوت ملك الملوك طبعا. فمعناها أننا احنا حصل تطور رهيب في البنية التحتية بتاعة الانترنت وما شفناهاش. ما زعناش يا جماعة، احنا حسينا الانترنت بشكل جامد جدا. طبعا شكر للوزاره والشكر احنا بذلنا استثمارات كتيره جدا في بناء البنيه التحتيه، بس الانترنت سرعت بشكل غير طبيعي. واستهلاكنا ليها كمان بقى غير طبيعي. وزاره الاتصالات. طيب لو احنا برضو حابين ان احنا نتكلم في فكره، يعني انت حضرتك قررت اكتر من مره التيك توك. حقيقه الابلكيشن ده يعني او موقع التواصل الاجتماعي او ايا كان، دايما اما بشوف تفاعل الناس عليه بيستوقفني السلوك. يعني فكره اولا ان هو بيوصل لدرجه ادمان سريعه جدا طبعا. هو مجرد بس ان هو عمل فيديو او تابع فيديو بنلاقي ان هو بقى مدمن للتيك توك طبعًا. وخلاص وبيتجاهل بقى فكره الفيسبوك بقى والانستجرام والتويتر والحاجات دي، هو طبعًا. بقى طبعًا. تيك توك. انت تسالي اي ام دلوقتي عندها اطفال تقول لك انا مشكلتي التيك توك.
مش قادر احكم. طب احنا معانا دقيقه، في الدقيقه دي ممكن نقول ايه على التيك توك في مصر؟ هل مثلا الشعب المصري حاسس ان هو موهوب فبيحب ان هو مثلا يتفاعل بالموهبه دي؟ الله يرحمه عبد الرحمن الابنودي كان بيقول ان مصر كلها فنانين. فطبعا الشخصيه المصريه عندها ابداعات كتيره جدا مهما كانت تحت تاثير ضغوط او فالتيك توك هو بدا كان فيه جزء معين من الابتذال، واظن ان هم بداوا يعوا ذلك ويحاولوا يقللوه بالفلتره و ولكن انا بدعوهم ان هم يبداوا يحطوا محتوى معرفي، يحطوا محتوى تثقيفي فني ذو مستوى عالي، لانه واضح ان هو هياخد مساحه كبيره في الفتره اللي جايه. طبعا المهندس مصطفى ابو جمره خبير الشبكات الاجتماعيه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل المعلومات والتفاصيل المهمه دي والملاحظات اللي حضرتك يمكن اشرت ليها ومحدش خد باله منها يعني. فانا بشكرك شكرا جزيلا على كل الاضافات اللي حضرتك يعني وضحتها خلال الحوار. الله يخليك يعني. طبعا بشكركم مشاهدينا الكرام على متابعه حلقات الاسبوع، تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي اي عبد الرحمن، واشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي يوم الاثنين على خير.